2013 لواء مغابير حوران ولواء الفلوجة. المرابطة على الاوتوستراد ليلا نهارا وقطعه لمنع وصول أي إمدادات إلى اللواء 138 المحاصر منذ 3 أيام. هون عندنا ما هواش معناته بتلاقيه في الحمامات. هذا هو الجمرك الذي يبتعد عن نقطة قطع الاوتوستراد مسافة 1 كيلو تقريبا. حصار خانق يطبقه أبطال الجيش السوري الحر، أبطال لواء مغاوير حوران ولواء الفلوزة على الاوتوستراد وعلى الجمرك وحاجز الطيبة لمنع أي تحرك من قبلهم. اوتوستراد دمشق الدولي درعا. الأبطال المرابطون ليلا نهارا. هذه الإنارة الجمرك، هذه الإنارة تابعة لجمرك نصيب، تبعد مسافة 1 كيلومتر تقريبا عن أول نقطة قطع.